سلام. اولا بغيت نشكر كاع الناس اللي كيسمعوا سوفيان ستوريز واللي كيتسناو في كل مده كيغيب على انا ورجع بالجديد. هاد الناس عندهم مكانه كبيره في قلبي طبيعه الحال، كتعتبروا العائله ديالي، وانا عارف كنتعتبر الصديق ديالهم والانيس والونيس في الاوقات ديالهم اللي كيكونوا باغين يبقاو بوحدهم بعد على البشر، كيسمعوا ليا وكيسافروا في داك الكلام اللي كنرويه. كنحاول ندير مجهود كبير في الروايه ديال القصه باش انكم تعيشوا المحاكاه وكانكم فعلا داخل القصه. شكرا لكم كاملين الخوت، واحد واحد وحده وحده، وحتى الناس اللي ما عمرني شفتهم في كومونتير ولا في لايك، كلكم راكم عائله ديالي. سميتي ادريس، كنت عايش مع الوالده في الشارع، كنسعى وكندورو غير في زناقي والو، حاسقين ديال بصح، ما عندي لا اب لا عائله لا تلعبه. الوالده كان فيها كل شيء، كان كل شيء مزيان وحياه ديالنا طبيعيه، وخا الظروف كامله اللي قلت لكم دابا شويه. واحد النهار تبدلات حياه ديالنا، ما بقاش كيف ما كانت، ما بقاش داك الامان ولا بلاصتو الخوف والرعب، وما عرفتش علاش ملي بانوا في حياتنا ناس غرباء، ما عرفتش بالضبط شنو كانوا باغين منا. الوالده غير شافتهم، من التصرفات ديالها واضح باللي كانوا باغين يأذوني، كيعيطوا لها في التليفون وكتبكي لدرجة هرست التليفون كاع. الوالدة مسكينة دارت المجهود ديالها كامل باش تبعدني على الخطر، وانا جامي ظنيت انها غادي تحط على قبلي فلوس غير باش تحرقني من المغرب، ظنا منها انها تبعدني على الخطر، ولكن للأسف لاحتني مباشرة فيه. ملي وصلت الغربة كنت تالف وما عارف من دير، وبقات ليام كتجروق فيا حتى وقفوا عليا واحد العشية وحدين وخطفوني وجابوني لواحد الكوان ما كنتش فيه بوحدي نهائيا، كانوا فيه بزاف ديال الدراري بحالي، دراري صغار كلهم مقرع عليهم راسهم وملبسينهم نفس اللبسة، وحتى انا داروا ليا كيف ما داروا ليهم، قرعوا ليا ولبسوني بحالهم. من بين دوك الدراري كاملين تعرفت على جوناطان، واحد الدري ظريف بزاف، كان كيتعامل معايا مزيان صراحة، وحيت كان معايا في نفس الزنزانة ولينا معاشرين. عاونت واحد النهار باش ياكل حيت هو قام توفق في واحد الدرس اللي من خلاله كتاخد ريكومبونس ديال الماكلة، وعاقبوني. داكشي علاش قررت نهرب، مشيت كنجري وسط الغابة وانا خايف. في الاخر اكتشفت واحد الحقيقة بلي الا زدت القدام مازال بعدت غادي نموت بسبب داك البراسلي كان في يدي، البراسلي كانوا متبتين ليا في يدي، اين فوا غادي نبعد غادي نفاجر وديك الساعة غادي نموت. بقيت واقف وكنبكي، واول مرة غادي نحس بالخوف حتى للدرجة. قد ديك اللحظة كنشوف البراسلي، حاولت نحيدو ولكن والو، كانوا متبتينو مزيان، مبغاش. داك الوقت فهمت بلي فكرة الهروب من هنايا كتعتبر انتحار، داكشي علاش يمكن ما تبعونيش، خلوني كنجري بوحدي في الغابة، هما عارفين إلا بعدت كتر غادي نموت. نض ديك اللحظة وقفت وتميت غادي راجع، حتى وصلت البلاصة فين خليتهم، لقيتهم باقين واقفين في بلاصتهم، شافوني دوك كيضحكو معذورين، ما فراسهمش بلي هاد الدري الصغير اللي كيبكي واللي واقف خايف هو اللي غادي يبكيهم كاملين، اللي غادي نقالب السحر على الساحر. مشيت ديك اللحظة بغيت نهز حوايجي، ما خلونيش، فهمتهم ديك اللحظة بلي بغاو يخليوني عبرة عن الدراري الصغار كاملين، حيت لحمي كان كله مخطط. تم الداخل مع الكولوار وهما ورايا، حتى وصلت للحبس حلوا الباب ديك اللحظة وما يشعلوا الضو. دخلت ديك اللحظة وبداو كيدويو، دراري كلهم كانوا كيطلعوا من الفوق من التحت كيشوفوا فيا من الزنزانات ديالهم. مشيت ديك اللحظة للزنزانة ديالي، غير دخلت وما يدفعوني وسدوا الباب ولحوا علي الحوايج ديالي،
نزلت كلعطة جوناطان غير شافني عريان ويغمد عينيه. بقيت كنشوف فيه وقلت ليه بجمالك صاحبي راه داكشي اللي عندك هو اللي عندي. قال لي اه وهو مغمد عينيه. كيفاش قدرتي تصبر صاحبي؟ كيفاش قدرتي تصبر؟ قلت لي ما غاديش نكون بحال رقم 50. عرفت السبب اللي خلاها يموت بديك الطريقة. البراسلي اللي في يدينه في قنبلة. قال لي يعني قلت لي يعني ما غاديش نقدروا نخرجوا من هنايا. واللي قرر انه يهرب غادي يكون حكم على راسه بالموت. طريقة واحدة اللي ممكن نخرجوا بها من هنايا هي نكون وجودتها. قال لي ما كيهمش الا كان الموت غادي يدير ستوب لهاد المعاناة كاملة اللي كنحسوا بها هنايا. قلت ليها اودي ماشي مشكل. قول ليها كيفاش حتى جيتي انت هنايا؟ قال لي ماما لبنانية مزوجة مع اسباني. كان كيجي لبنان مرة مرة وملي كانت عندي عامين مشينا عندو لاسبانيا. وملي ماما تعاشرش معاها بزاف بداو كيبانو الديفوات ديالو. كيجي ديما مدروغي والادوات معاه وعاتباتو كيعنفها بالمزيان. وبقات الحياة غادا بحال هكا حتى وصلت لتمن سنين. واحد الليلة زاد في العنف ديالو هز عليها السلاح وكان غادي يقتلها. بقى كيضرب فيها. ديك الليلة نيتها ماما خرجاتني من الفيلا تم تغادى بيا بالليلة نيشان عند بوليس. قبل ما غادي نوصلو عندهم كانت فاجأة طوموبيل أخرى وقفات علينا. نزلوا منها ثلاثة دفعوا الوالدة في الأرض وداوني أنايا. طلعوني في الطوموبيل داوني لواحد لابارتومو. دخلت ليها وبقيت فيها تقريبا شي 4 سوايع وأنا مسدود عليا في واحد البيت. حتى كنتفاجأ بصوت الوالد كاين تماك في ديك لابارتومو. من بعد عاد عرفت بلي هاد لابارتومو ديالو. دوزت معاه 3 أيام وأنا كنبكي وكنغوت على ماما. ولكن هو ما كانش عنده نية نهائيا يرجع للدار. نهار الخامس هربت من الدار. بقيت غادي كنجري وكنبات في الموالاني وجا الوقت ديال بصح. ما كملاش 20 يوم كنت ناس تاع واحد القنطرة حتى كنتفاجئ برجال هزوني من تماك بدون مقدمات. كان كيسحب لي بلي هادو رجال ديال الواليد وغادي يرجعوني عندو. حتى لقيت راسي هنايا الحدود ساعة انا ما عارفش واش بابا عنده يد في هادشي كامل ولا لا. بقيت كنشوف فيه وقتي الا كان باباك مشارك في المشروع فراه حتى حاجة ما غتبدل. تفو قال لي مالك؟ قلت لي كنتفكر بلي غدا غندوزوها من نفس الدروس. كنحقق ديال بصح وانا ما عنديش الجهد مدقدق ديال بصح. قال لي عندك سهر؟ قلت لي علاش؟ قال لي غدا روبو وكل واحد فينا غادي يستافد من دقائق الروبو ديالو اللي جمعهم يدير فيهم اللي بغا. قلت لي انا داو ليا كل شيء ما خلاو لي والو. قال لي حاول ما تبقاش دير الاغلاط بزاف ما تبقاش تغلط معاهم حيت دوك الدقائق راه مهمين بزاف لينا. بهم هما نيت باش كنحسوا باللي الحريه اللي داو لينا. واخا الصراحه كنقول لك هكا وهادشي كامل اللي وقع راه بسبابي. قلت لي كون هاني وقامت تاسف كاع حيت لو اضطريت نعاود نديرها من جديد غادي نديرها بدون تردد. قال لي ما خايفش؟ قلت لي لا عندي قلادة ديال الحظ كتحميني من هادشي كامل. قرب من حدايا جوناطان وشاف السنسلة. قال لي جرين دراغون معروف بالقوة ديالو وبلي كيصبر وكتقول الأسطورة عليه بلي كان كيواجه أقوى الوحوش. داكشي علاش حتى نتايا كتصبر لكاع هادشي اللي دزتي منه. بقيت كنشوف فيه وكمتاسم. داز ديك الليلة وانا كنتقلب اي بلاصة في الجسد ديالي كانت كضرني لدرجة كاع ما قدرت نعس كاع ما قدرتش كاع نغمد عينيا. في الصباح كاع الدراري خرجوا من الزنزانات ديالهم الا انا ما عنديش نقاط ديال دقائق.
داز ذاك النهار وجابوا لينا فيه الماكله وتهلاو فينا الصراحه، بحال كانوا باغين يعطيونا فرصه فين نسترجعوا الانفاس ديالنا. وهادشي اللي فكرت فيه هو اللي وقع. الغد في الصباح فقنا عاوتاني على نفس الصونيط، الرعب ديال بصح. مشينا نشال ديك القاعه، 100 دوره كتساوي الفطور، كنت مهلوك ديال بصح، وبرغم ذلك كنت كنقاوم باش نكمل ديك 100 دوره وناخذ الفطور. باش تحتفظ على التركيز ديالك خصك تاكل مزيان، كان ديما كتقولها لي الوالده مسكينه. داز ديك الصباح وجوناطان شرحت لي مزيان كيفاش يتصرف مع المتاهه. اما بالنسبه للخنزير قلت لي غادي نطول معاه، غادي ندخل انا الاول قبل منك وانت غتكون ورايا، غادي ندخل معاه وغادي نسخفو مزيان. وداكشي اللي وقع. داز داك النهار كيف ما اتفقنا، على وسط الخنزير سخفتو ديال بصح. في الاخير درت راسي عييت وما يخرجوني من تماك. هادشي كامل في جوناطان يلقى المهمه سهله. داس من بعد شهرين وحنا كندوزو من هادشي. تقريبا الاغلبيه ديال الدراري تحسن الاداء ديالهم، سواء في حمل السلاح ولا حتى في مواجهه المخاوف ديالهم في المتاهه ولا ضد الخنازير. كنت عارف وكان عندي شك بلي هاد الدروس ما يمكنش ديما يبقاو بحال هكا، حيت اي حاجه كنت اضاطه معها ما كتبقاش تخوفك. وكنت عارف بلي درجه العنف غادي تبقى غدا وكتزاد، وبلي هاد المشروع مازال ما بداش. وداكشي اللي وقع. ما كملناش 3 شهور قالوا لينا بلي الدروس غادي يتبدلوا كاملين، وبلي ما غاديش يبقى وسط القاعات لداخل في ديك البنايه، وبلي غادي يخرجونا للهواء الطلق، يخرجوا بينا برا. طوال هاد المده اللي دازت وانا حريص باش نجمع نقاط ديال الروبو، كنت داير في بالي خطه باغي نطبقها. نهار داوني الفوق يوريوني الكاميرا، كنت شفت التليفون تما، وكنت صراحه باغي نسمع صوت ماما. كنت باغي نعرف عليها واش هي لاباس واش بخير، بغيت نطمئن بلي انا بخير واخا كنعيش ظروف لي صعيبه بزاف. كنت محتاج وباغي نسمع صوتها باش نقدر نعس مرتاح في الليل، حيت ديما كتجي في بالي في كل مره كنحط راسي فوق المخده. وديك الساعه كنعيش الجحيم، ذكريات كلهم كيدوزو قدام عينيا. واحد النهار كان الروبو ديالنا، كان ديك الساعه جامع بزاف ديال النقاط، تقريبا كانت في المجموع 45 دقيقه. خرجت ديك اللحظه انا وجوناطان اللي كانت عنده 25 دقيقه، وعرفني كنفكر في شي حاجه ماشي هي هذيك. قال لي غادي نمشي معاك. داكشي اللي وقع. مشينا كنقلبوا على البيت اللي فيه الحوايج ديالنا، ضيعنا تقريبا 20 دقيقه الاولى حتى لقيت السروال ديالي. بقيت كنقلب فيه تلقيت الورقه اللي كانت عطاتني الوالده. خرجنا من تماك وجوناطان ملي عرفني غادي نطلع الفوق هرب ليه. جوناطان عارف بلي توحشت الوالده بزاف، وبلي كنبغيها بزاف، وبلي باغي نسمع صوتها. داكشي علاش ما كاع ما جادني في هاد الفكره اللي باغي ندير، واخا هي فكره مجنونه. قال لي الا شدوك غادي يعذبوك. قلت لي ما كيهمش الوالده، غادي خصني ندوي معاها، غادي خصني نسمع صوتها، ولا على الاقل نعرف عليها شي حاجه زوينه. مشينا ديك العضله بلاصه لاسونسور اللي كانوا طلعوني منه اخر مره، والمشكل هو كيتحل الباب ديالو بواحد لاكارت. جوناطان قال لي الا جا شي واحد بغى يطلع غادي نخلي واحد يدوز لاكارت ويتحل الباب، وديك الساعه انا غادي نشغلو وانت دير خدمتك. قلت لي صافي واخا بلان. قلت لي ولكن راه هادشي ممكن يعرضك العقوبات. قال لي ما تخافش واصلا ما كيهمش. عنقته بجد وقال لي بقات لي 3 ديال الدقائق، نتمنوا في 3 دقائق يجي شي واحد. انا كندور تماك وكنتبربصو. قبل ما تسالي الدقائق الاخرى عند جوناطان جا واحد خونا وقف تماك قدام السانسور، دار لاكارت ديالو ويتحل الباب. تمتم جوناطان بدا كيهوش وكيتركل في الارض. مشى عند خونا في الله يشوف مالو، ونطلع السانسور. باقي عقل كانوا طلعوني هنايا وكانوا داروا السانكيام، وركت على رقم 5 وبقيت لاصق في الحيط.
لحظة يتسد الباب وتم طالع السانسور. قلبي بدأ يضرب بالشهد. طلع بيا نيشا الفوق. ملي خرجت بقيت غادي كنحاول نسكاني الطريق اللي كنا دزنا من آخر مرة، وكل مرة شفت شي واحد كنت تخزن. حتى وصلت لديك الغرفة اللي كانوا فيها بزاف ديال الزيكرون ديال لي كاميرا سيرفايونس. مشيت نيشان ديك لحظة التليفون بلهفة كبيرة، هزيتو كومبوزيت النمرة ودرت لاباري فودنية. إلا سمعتو كيسوني قلبي تهز من بلاصتو، وكندوي مع راسي جاوب عافاك، جاوب الله يرحمك الوالدين، جاوب. الو والله حدا اللي جاوبني محمد ملحانوت. تلقات لاصيغين بالجهد وبانوا لي من بعيد خوتنا في لاجين كيجريو وهما مسلحين في الكولوار. بقيت حاط لاباري على ودني والدموع نازلين. قلت لي محمد، محمد انا دريس، دريس ولد عايشة. عافاك ماما، وش عندك على شي اخبار؟ وش هي لاباس؟ ولدي لاباس بخير. واش نقولك وليدي، قلنا ليها وليدي ماماك راها ماتت مسكينه، وراها جات عندي قبل ما تموت بسيمانه تقريبا، وصاتني نقولك بلي كتبغيك بزاف وعمرك ما تخاف وكل راجل. قال ولدي كسماني، قالو دريس اصبر ولدي عافاك اصبر، هذا قدر الله. بقيت واقف مصدوم ومزير لاباري على ودنيا. داك الوقت لقتها من يديها، تحل الباب وقفوا علي خوتنا في الله ودموعي نازلين. ضربوني بالقبضة ديال الفردي لوجه نيشان، طفاوني تماك. ويا ريت كنت طفاوني من الحياة كاملة. غير حليت عيني من بعد الدموع بحال كانوا كيتسناو، بداو كينزلوا بغزارة. لقيت راسي وسط الغابة وعريان كيف ما ولداتني الوالدة قدامي، الدياب كيقربوا ليا وكيبعدوا وما زعمينش. الحاجة اللي تفاجأت بها هي البراسلي، قا ما كان قاع. وهادشي كيعني حاجة وحدة، بلي خلاص غادي يقتلوني وبأبشع طريقة باش نكون عبر لأي واحد في المشروع ديال المنظمة. وقفت ديك اللحظة بصعوبة وانا قام خايف، غير تفكرت الهضرة ديال محمد ملحانوت على ماما بديت كنغوت وكنبكي، كنبكي بهستيريا. داك الوقت هو هجم عليا واحد الديب وعضني من رجليا. برغم ذلك الألم ديال الموت ديال الوالدة كان قوى من هاد الألم اللي كنت كنحس به. من بعد بشوية بداو كيزعمو الدياب الآخرين وكيقربوا ليا، ضاروا بيا وسط ديك الغابة وأنا كنبكي. كيعضو كيهربو وأنا واقف مأثر فيا موت الوالدة كشار من هاد الموقف اللي أنا فيه. ما كملاش ربع دقايق رجليا كانوا كلهم تقبين، كلهم دمايات، والدياب شمو الدم ما بغاوش يضيعوا هاد وجيبة. داك الوقت جا خطفني واحد منهم، جرني من رجلي وتجمعت بشمال. ديك اللحظة هما يتجمعوا ليا كاملين، كل منين عاطني كل فين غارس ليا نيابو، وتم غادي بيا وسط الغابة وانا مهزوز في السماء، وغير يدي اللي غادا كتحكم على الارض. اللحظة اللي غادي نتحكم في واحد الحجرة شديتها بكل قوة. الدياب كان واضح بلي ما فاهمينش على هاد الوجبة هادي، وكان واحد فيهم مولكي كيغوت بالجهد وكيخافوا منه. اللحظة اللي غادي يبداو يقطعوا فيها ضربت الأول بواحد الضربة قاصحة بالحجرة، الضربة الثانية اللحظة اللي طلق مني كلهم داروا بحالو. عرفتوا ديك اللحظة غادي يكون هو القائد ديالهم. برغم ذلك بقوة دارين بيا ريوقهم خارجين ومحمرين فيا دلب الصح. كنت أنا كل دمايات ولحمي كان كلهم تقب. داك الوقت بديت كنسمع في ودنيا دريس مش خافش يا ولدي، إلا تمكن منك الخوف غادي تموت، أنا ديما معك.
ماماك كن راجل. بقيت واقف بصعوبة وهز الحجرة، وكان حس بلي الوالدة حدايا بلي كدوي ورايا. بقيت واقف وهز الحجرة بيديا ومركز مع القائد ديالهم، وانا ديجا عارف المعلومة هادي بلي الدياب كيتبعو قائد واحد، الى مشى كيمشيو، الى هجم كيهجمو. من بعد ثلث ساعة وما كيحاولوا معايا، وانا كنهز بعد العضات وفي المقابل كنضرب ضربة واحدة نيشل داك القائد باش يتفرتكو كاملين. في الاخر القائد ديالهم تراجع من كثرة الدقات اللي هز، مشى فحالو ديك لحظة هو هم يتبعوه. خوات بيا رجليا ديك لحظة وطاحت الارض ودموعي نازلين، وشفت ديك لحظة السلسلة في عنقي كتلعب. شديتها بيدي ديك لحظة وكل دمايات، وتفكرت بنت الصغيرة اللي عطاتها ليا حتى هي جالبة الحظ. يمكن بسبب الحدود ساعة انا مازال ما متش. داك الوقت استوعبت براسي ما كاينش في يديا، دونك ما كايناش شي قوة في الارض تمناني نمشي في حالاتي، وهادشي كامل اللي دست منو يولي صفحة من الماضي. داك الوقت قررت نمشي في حالاتي من هنايا، تميت غادي بخطوات تقال. وتفكرت ديك لحظة جوناطان، واخا قدي فلاش الا انه في هاد الفترة اللي دوزناها مع بعضياتنا كنت كنحس بيه تحت جناحي، كيحس بالقوة ملي كنكون حداه، وكينسى الحزن ملي كنواسي فيه. يمكن انا وياه واحد واخا ظروفنا مختلفين، ولكن القدر يمكن قرر نكونوا هنايا صحاب ونعيشوا هاد المعاناة بجوج. واصلا فين غادي نمشي؟ الوالدة اللي كانت هي كل حياتي ماتت، بعد من غنمشي؟ اللحظة اللي كنت واقف بانوا لي نضادر صغار ديال الشوف، وكانوا مهرسين. مادام دري واحد يقرر انه يهرب ومات، واضح بلي هادو ديال الله ماتيوس الدري رقم 50 اللي كان قبل مني. وقفت ديك لحظة ودرت وبقيت كنشوف القدام، كان السطح ديال ديك البناية كيبان ليا من بعيد. داك الوقت قررت بلي غادي نرجع، ولكن باش نكون الكابوس ديالهم، باش نعذبهم كاملين كيف ما عذبونا. تميت غادي وكنعرج، هزيت واحد العود وبقيت كنعكز عليه وغادي. في هاد الوقت كانوا مخرجين الدراري كاملين كيشرحوا لهم الدروس اللي جايين، وكيدويو لهم على رقم 50 اللي هو انا، والمصير اللي ممكن يعيشو اي واحد قرر انه يخالف التعليمات ولا يقرب من الحدود الممنوعه. الوقت اللي كانوا كيدويو بافتخار وكيحاولوا يعطيهم عبره بيا، وقف قدام البوابه اللي كتفصل بين الداخل والغابه دري صغير كان كله دمايات، متكي على واحد العود تقريبا قدو في الطول، كان داك هو السفاح رقم 50. كلشي دار ديك لحظة كيشوف فيه ومصدوم، وسمعت ديك لحظة جوناطان كيهوت الدراغون الأخضر. كنت عارف غادي تبقى حي، كنت متأكد من هادشي. جاو كيجريو ديك لحظة واحد المسؤولين وكانوا هازين سلاح، دفعوني تحت في الأرض وكانوا غيتيرو فيه، بقاو هازين علي سلاح، كانوا ناويين يقتلوني قبل ما يوقفهم واحد الراجل كبير فلاش. اول مره نشوف كمارتو هنايا، الصراحه ما عرفتش شنو قال لهم بالاسبانيه، ولكن خوتنا فلا كانوا بحال ما حاملينيش، هزوني من تماك وداوني لديك الغرفه اللي كانت فيها كروه حمراء. تكيت تما وجات واحد الطبيبه وبقات كتعالج فيا، كتعالج فيا وهي متاثره بدوك الجراح اللي كانوا فيها، لدرجة بلا ما تبين ليا كانت كتبكي. من بعد لبسوا لي حوايجو ردوا لي البراسلي في يديا، من بعد خرجوني من تماك نيشل برا باش التحق بالدراري كاملين. كنت كنتمشى بصعوبة كبيرة حتى وقفت حدا جوناطان، لقيتو مخلوع. قلت لي مالك؟ قال لي عندك الزهر رئيس ديال المنظمة كان حاضر اليوم، اما كانوا غادي يقتلوك. قلت لي هما اللي ما عندهم الزهر حيت ما داروهاش.
قال لي رئيس المنظمة قال لهم على قبل هاد العينة هذه درنا هاد المشروع اللي رجع حي من الهجوم ديال الدياب راه غتكون عنده مكانة كبيرة في هاد المنظمة وفي هاد المشروع. قلت لي شنو؟ خصني نفرح ولكن قول لي بعد مالك كشبان خايف اللون ديال وجهك مخطوف. قال لي مشي عليا انايا عليك انت. قلت لي مالي عاوتاني ياك ما غيعذبوني عاوتاني. قال لي لا لا على الدروس اللي جايين من بعد الدروس ما غاديش يبقاو لداخل الدروس غادي يوليو برا وغادي تكون عبارة عن تطبيق ديال داكشي اللي تعلمناه لداخل. انا هاز لك الهم نتايا واش غادي تقدر تدوز الدروس وانت بهاد الحالة؟ كنتي متخممش على جوناطان الضربة اللي ما كتقشعش كتقوي. قال لي المهم بعدا من هاد المعاناة اللي دزتي منا تكون بعدا قضيتي الغراض وتكون سولتي في ماماك وعرفتي على شي حاجة. قلت لي اه عرفت. قال لي شنو؟ قلت لي عرفت بلي هي ماتت. بقى كيشوف فيها وعيني حمرين حيت سبق لي عاودت لي بلي ماما هي اهم حاجه في حياتي وبلي ما كنعرف الاسره لا حتى شي حاجه الاسره الوحيده اللي عندي هي ماما. قال لي علاش رجعتي ملي وقفتي قدام بوابه ما كانش عندك البراسلي في يديك؟ علاش رجعتي يا صاحبي؟ قلت لي رجعت على قبلك ولا قبلهم. جوناطان سمع بحال هكا وما قدر كاع يتحكم في راسو بدا كيبكي. داز داك النهار ورجعونا الزنزانات ديالنا. الغد غادي نبداو ستاج اخر ديال التدريبات وتا واحد من الدراري الصغار كاملين ما كان قادر يخفي الخوف على وجهه. دوزت النهار كله كان بين انني قاصح وبلي راني تجاوزت الازمه ديال الله. الخبر اللي سمعت على الوالدة عروس الليل جمع لي كل شيء. لحم اللي طايب بمشويطة عضان ديال الدياب والخبر اللي سمعته على الوالدة. بقيت مكمش في بلاصتي وعاد المخدة والدموع كنزلو. كنحاول نغوت سيلونسيو باش ما يسمعني حتى واحد. تحسيت بجوناطان عنقني وكيواسي فيا. كانت هذيك أصعب ليلة عشة في حياتي. حياتي للأسف كتاب علي نبدا بهالطريقة. قام ما غمت عيني كاع ديك الليلة حتى نضت على الصونيط ديال خوتنا في الله. نض ديك اللحظة وانا واحد آخر طفل مجرد من البراءة الطفولية ديالو وقريب يتجرد من الإنسانية اللي فيه. خرجنا من الحبس وخرجونا من ديك البناية نيشا لواحد الساعة كبيرة هاد المرة 200 دورة اللي بغى الفطور. وهذا الشيء كنت عارفه كنت عارف لي الدروس كلهم غادي يصعبوا وكل ما داز الوقت كل ما غادي يزيدوا يصعبوا كتار. الصراحة كان فيا المود ديال الشوع. حاولت نجري ولكن ما قدرتش. في الدورة الخامسة صافي وقفت حيت الجراح كلهم كانوا في رجليا بداو كينسفوا. خرجت من تماك من بعد داونا نتعلموا اللغة. جوناطان كان حدايا هو اللي كيترجم ليا. داك الوقت بقى كيشوف ليمن ولا يسار. قلت ليه مالك صاحبي؟ هو يكمد لي واحد الطرف ديال الخبز. بقيت كناكلو خزنا. من بعد مشينا وسط الغابه وعطاونا الاسلحه كل واحد 10 ديال القرطاسات وكتلقاو لينا واحد الارنب كيجي بسرعه كبيره بزاف. ريكومبونس هي اللي قتلتي داك الارنب غادي يولي ملكك تقدر تاكلو من بعد. المشكل هو الارنب كيجري بواحد السرعه خياليه بحال كانوا كيحفزوه شي حاجه ولا داير ليه الطول شي بلان بحال هكا. داز تقريبا 30 واحد حتى واحد ما قدر يجيبها فيه. الوقت اللي جات النوبه في جوناطان من 4 ديال الضربات قدر يتكي داك الارنب. جات النوبه ديالي انا وما كنتش قادر نركز مزيان حيت الارنب كان كيجري بواحد السرعه كبيره بزاف كيمشي ليمن ليسر وقعد الضربات اللي كنضرب ما كنجيبهم فيه كاع. الارنب كيمشي عكس فين كنضرب انايا. القرطاسة الاخرى اللي بقات عندي قررت ديك لحظة نركز فيها مزيان ونحفظ التحركات ديالو. دورت فردي جيت ليمن
وكان قدامي غير الخلا، وخا الارنب كان في اليسار. قبل ما يدفع برجليه ديك اللحظه بجوج باش يعاود في الاتجاه ديال اليمين، تيري ديك اللحظه ويجي القرطاسه في الراس نيشان. خوتنا في الله اللي كانوا واقفين علينا ما فهموا والو. كنا حنا 10 من اصل 50 اللي قدرنا نقتلو داك الارنب. انا بقيت مصدوم صراحه غير من جوناطان، حيت كان كيضرب مزيان. قال لي بلي بابا كان كيخليني نلعب بالسلاح ونبقى نتيري بيه في الفيلا. داك الوقت داونا لواحد الكوان اخر ماشي بعيد من تماك. وقف ديك اللحظه واحد من المسؤولين وقال لينا هذه متاهة الرعب، كيف ما كاين باب ديال الدخول راه كاين ديال الخروج، كيخصكم تخرجوا نتوما هازمين المخاوف ديالكم. بقينا ورا الباب كنحاولوا نفسروا داك الكلام اللي كان كيقول خونا في الله، شنو مثلا غادي يكون داخل. بقينا شادين الصف، اللي كيدخل كتسمى الغواتة، وتا واحد ما عارف شنو كاين لداخل. ملي جات نوبتي دخلت ونتفاجأ بأنواع الحشرات والزواحف، كانوا كثار بزاف. في اي براسة كدوز منها طالعين في الحيط وفي السقف. برغم ذلك تميت غادي. ما كامل جوج ديال الدقايق فهمت بلي يمكن خوتنا فلا كانوا باغيين يتيستيونا، واش عندنا فوبيا ديال شي حاجه ولا لا. اذا هادشي كامل اللي كندوزو منه دابا فراه مجرد تيست. وشكون قال يقدروا يكونوا باقي ما بداوش الدروس ديالهم ويلا كياخذوا فكره علينا حنايا. خرج ديك اللحظه من البوابه بسهوله وقامت تسوق لداكشي اللي كاين داخل، حيت اصلا في السنوات اللي كنت كنعس فيها في الزنقه مع الوالده كنت ديما محارب مع الطوبات في الليل وسراق الزيت والدبان وزيد وزيد. درس يمكن كان ساهل عليا انايا، ولكن الاغلبيه ما تقبلوش. نورمال دراري باقي صغار وفي داك لاش اغلبيه كيكونوا كيخافوا من الحشرات. اللحظه اللي خرج جوناطان بقى كيقفز غير بوحدو. كتي تمالك صاحبي، قال لي ما كنحملش سرق الزيت، عندي فوبيا منه. قلت لي واخا تكون خايف ما تبينش ليهم نقطه الضعف ديالك حيت غادي يضربوك بها. جمعنا ديك اللحظه من بعد وداونا لواحد الزريبه كان دايره بالكرياش، وسط منا كان واحد التور. واحد المسؤول قال لينا 5 دقائق هي المطلوبه منكم باش تبقاو لداخل وتقاوموا فيها وتفادوا الهجمات ديال التور. بقى كيشوف فيا جوناطان ديك اللحظه حيت عارفني مهلوك، وكتمشى غبزز قرم حدا المسؤول لا كيبتسم. ما عرفت شنو قال ديك اللحظه باسبانيا هو، ودرت كنسول جوناطان شنو قال. قال لي قالك هذه النهايه ديالك وبلي انت الاول غتبدا هاد المهمه هادي. تمت غادي وكنشوف التور من بعيد، التور اللي كانوا دايرين ليه بحال نفس البلان ديال القنيه، كزر يتغبو هادو مسكين وكيقفز راسو. غير دخلت وما يسدو الباب ويتمشي قاصدني بسرعه كبيره. جاب الله خويش عليه في الاول، اما كان غادي يلصقني مع الكرياش. 5 دقائق داز بحال ساعه، داك التور ما كيوقفش، كنهرب ليه من اليمين كيدوز ديال اليسار. كنت كنتفاداه وكنهرب وكنهز عيني في المكانه. ملي بقات 20 ثانية كنت كنهز ديال بصح وسخفان وكنستنى غير امتى يتحل الباب. ولكن ديك اللحظه كملات 5 دقائق وخوتنا في الله ما حلوش الباب. مشيت كنجري ديك اللحظه قدام الباب وكندق وكنغوت بالجهد، مع غادي ندور مع لقيت التور ورايا هزني وفزعني الفوق في السماء. من بعد طحت على ظهري، بقيت مكالي على وجهي ديك اللحظه ومكمش في الارض وهو كيمرمد فيا. خوتنا في الله ما دخلو حتى دازت تقريبا 7 ديال الدقائق. خرجوني من تماك وانا مهلوك ديال بصح. فهمت داك الوقت بلي دخلوني انا الاول بلعاني باش ناكل العصا، ويمكن دخلوني في راسهم. داكشي علاش غيدخلوني في بزاف ديال الحسابات. يمكن من بعد داكشي كامل اللي وقع غادي يكون رئيس تفرقع عليهم ديال بصح بسبابي. داكشي علاش غادي يفكروا انهم ينتقموا مني. خرجوني من تماك نيشان ديك الغرفة اللي فيها كراول حمراء. شافتني الطبيبة وتصدمات عاوتاني، ملي لقاتني انا عاوتاني
طبيبة المهمة ديالي أن داو الجراح للدراري، ويمكن في هذه الفترة الأخيرة أنا الوحيد اللي كان شي بقيت مجبد تماك وهي كتعالج فيها، وكنت كنحس بهذا الألم كبير بزاف. ولكن أحسن حاجة خلاتني ننسى ديك المعاناة هي دخلوا الدراري كامل للحبس إلا حنا 10 بينا اللي قدرنا نقتلوا القنية. داونا استمتعنا بها وهي كطيب فوق العافية، ونسينا الظرفية اللي كنعيشوها في هاد المنظمة هذه. دازت ديالهم من بعد دازوا ليالي تقريبا 5 شهور، كل شهر كيبدلو فيه الدروس ودرجة العنف كتزاد. بالصفحة رقم 50 كلشي كان كيعرفو، كاع المسؤولين اللي تماك والأغلبية ما كانوش كيحملوني. من نهار الواقع ديال التليفون اللي كان ناض عليه صداع خايب، في كل درس كنحس بيهم كيعنفوني أكثر وكيحاولوا يأدوني أكثر. غير هو حاجة اللي ما كانش لاقى لها تفسير، لحمي طاب من العنف، من الجراح، من الضرب، لدرجة الألم ولا بالنسبة لي إحساس عادي. ماشي غير أنايا، حتى من الدراري كاملين بداو كيبانوا الشخصيات ديالهم والتأثير ديال هاد التدريب عليهم كاملين. كلنا فقدنا الأمل أننا غادي نخرجوا شي نهار من هنايا، وحتى السيستم ولينا حافظينو مزيان وكيحركونا بعض المرات بالهلاية الريح لينا على قبل الماكلة ولا الشراب ولا على قبل الوقت ديال الروبو، الوقت اللي كنا كنحسو بيه باللي احنا بنادم. كان كلشي غادي مزيان، وأغلب الدراري كانت عاجباهم هاد الحياة ديال المنظمة. السيستم اللي كانت غادا بيه المنظمة هو جوا كلبك يتبعك، أي درس فيه ريكومبونس بحال كانو كيدريسيو في الكلاب. ملي كملنا عام في هاد الحبس هذا جمعونا واحد ليلة كاملين، كنت أنا داك الوقت بديت كندوب إسباني شوية، نحرك لساني مزيان، والفضل كرجع لجوناطان. جوناطان اللي ولا أكثر من خويا، ويمكن هو بالضبط من بين الحوايج اللي خلاوني نستمر في الوجود ديالي هنايا. ديك الليلة المسؤولين دووا معنا بلغة أخرى، وكأننا صافي واجدين، وقالوا لنا من اليوم الدروس غادي تبدلو، واللي غادي تكون فيه مواصفات هو اللي غادي يكمل معانا، واللي ما غاديش يقدر يكمل ما يمكنش يخرج من هنايا حي. القصد كان واضح، هو الموت لأي واحد ما قدرش يكمل. فالاخر ختموها بلي المصير ديالنا بين يدينا باش نضمنوا المستقبل ديالنا. من كلامهم كان واضح بلي داكشي اللي كيتسنانا اكثر وحشيه من داكشي اللي داز. داز ديك الليله والصباح كلشي كان غادي هو كيبان خايف، ما كاينش اللي ما كانش كيفكر في اليوم شنو غادي يوقع. مشينا كيف العاده لديك الساحه اللي غادي نجريو فيها، حتى كنتفاجئوا بلي خاصنا نجريو 800 دورة. كان فينا المود ديال الجوع ديال بصح، بدينا كنجريو ولكن حتى واحد ما قدر يكمل هاد الدورات كاملين. اكثر واحد كمل وصل 550 دورة وقف. من بعد داونا نراجعوا اللغة، كلشي كان قاس وحاقد ديال بصح، ما فطرنا ما كلينا، ولكن في المقابل ضيعنا مجهود كبير بزاف والنهار مازال طويل. من بعد داونا نتيرو بسلاح، هاد المرة حطو واحد لاباري في الأرض وكتلوح واحد المجسم بسرعة كبيرة في السما وكيخصك تيري فيه، تا واحد ما قدر يجيبها فيها. من بعد داونا قدام واحد المتاهة، هاد المرة ما كانوا الحشرات لا مصايد، الداخل كانوا داير الليزر وكيخصك تدوز بلا ما تقيسو، وإلا قاسك غادي يضربك الضوء فولتاج طالع بزاف. تقريبا حنا كاملين دقناه، كتحس بلي قلبك كيسكت وكيعاود يخدم من جديد. في العشية كنا الكاو ديال بصح، لا ماكلة لا شراب ومهلوكين من الفوق، ومازال قدامنا درس الأخير وفي الغالب كيكون هو أصعب واحد. وقفنا قدام واحد كوخ مصنوع من الحديد، وقف ديك لحظة المسؤول كيشرح لينا شنو غادي يوقع لداخل. قالينا إلا دخلتو لداخل عندكم 5 دقائق باش تخرجوا، وإلا غادي تموتوا.
تخافوش، الحل راه كاين لداخل وبيديكم نتوما، واللي غادي ديباسي ديك 5 دقائق غادي يموت بسبب الغاز اللي غادي يتسرب مباشرة. كيف عاد قرب مني المسؤول وقال لي السفاح رقم 50 تفضل. دخلت ديك الهضنة الأول، تسدات الغرفة ويشعل الضو، كان العداد العكسي الفوق بدا، وكان ولد ديال المعزة صغير عتروس صغير تماك لداخل تقريبا يلا مزيود وبصعوبة حتى كيتمشى على رجليه، وكانوا حاطين السيف في الأرض وميزان. في ذاك الميزان كانت مكتوبة بالإسبانية إلا بغيتي الباب يتحل عمر الميزان باللحم. فهمت ديك اللحظة بلي غادي خصني نقتل داك العتروس ونقرضو ونحطو في الميزان باش يقدر يتحل الباب. خوتنا في الله ولاد الحرام غادي يبداو يقسونا في الإنسانية ديالنا، ويمكن هادشي علاش جمعونا نهار الأول. بقيت كنشوف الوقت قدامي الفوق وكنفكر شنو غادي ندير. في الأخير هزيت السيف وقربت من داك العتروس، كان كيبان كيوت مسكين باقي صغير، وبلا ما نبقى ندقق في التفاصيل ديالو باش قلبي ما يحنش فيه، ضربتو ضربة واحدة باش كان ما يحس بالألم. من بعد قردتو كامل ودرتو في الميزان، ديك الساعة ويتحل الباب والوقت اللي كان فوق ويوقف. خرج من تماك وانا حاقد ديال بصح، حاولت نتجاوز النظرات ديال العتروس وهو كيشوف فيه، نظرات ديال الخوف اللي كان عليهم، ولكن ما قدرتش. حسيت ديك العضب تأني بالضمير. تمتم خوتنا في الله جوا حيدوا ديك العتروس ورون بلاصاه بواحد آخر. الدراري شافوني كل دمايات ما فهموا والو. جوناطان قال لي شنو كاين لداخل، انت ما تسوق شنو كاين لداخل، دير داكشي اللي مطلوب منك الا بغيتي تعيش. بداو كيدوزو الدراري واحد ورا واحد حتى وصلت النوبة ديال جوناطان. بقيت داير بالي معاه حيت هو خاكاكا حنين، وبعض المرات كيكون قلبو طيب بزاف. بقيت كنشوف براسي وكنحسب الوقت، داز الدقيقة الأولى والثانية موراها الثالثة ومازال جوناطان ما خرجش. كيف ما قلت لكم انا عارف قلبه كبير وحساس، والمهمه غتكون صعيبه عليه. ملي وصلت الدقيقه الرابعه مشيت كنجري حدا الباب وكنغوت جوناطان جوناطان اش كتسنى، ما بقاش الوقت. داك الوقت فاجات ملي لقيتو كيبكي، قال لي ما قدرتش ادريس، ما قدرتش نادي شكي صغير بريء ما فراسو والو اصاحبي، كيفاش غادي يقدر يهدي كيفاش؟ تهدن جوناطان تهدن، انا عارف هادشي كامل اللي قلتيه، ولكن باش تعيش خاصك دير هكا، مبقاش وقت. يلا بالي جوناطان بالي. بقيت كندوي وكنغوت وكنهلل، ولكن جوناطان كان غير كيبكي. ملي كملت الدقيقة الخامسة سمعت ديك هذا البوني ديال الباب قفل تسد والغاز بدا كيتسرب. داك الوقت جا واحد من المسؤولين وجري من تماك قال لي حيد من هنايا. بديت كنغوت، عافاك حل علي الباب، عافاك انا نتعاقب بلاصتو عافاك. داك الوقت هو يصرفقني وجرني بالقوة، مع جرني ديك العظام مع السلاح ديالو كان كيبان في الصمتة ديالو. خطفت ولي ديك الهضره قبل ما يدير رد الفعل تيريت فيه، مشيت قدام باب ديك الهضره هو وبقيت كنتيري في القفل، كنتيري حتى تفرق القفل، وضربت ديك الهضره جوج ديال الضربات بكتافي الباب هو يتحل. دخلت للداخل ولقيت جوناطان مغيب، شريته من رجلي ديك الهضره وما كاملاش 10 ثواني بدا كيكحب. ديك اللحظه داك الوقت كانت الدعوه مبلبله ديال بصح، واحد من المسؤولين مات. العصيغه اللي تلقات اول مره غادي نسمعها من نهار حطيت رجليا هنايا. جاو ديك اللحظه بزاف المسؤولين كانوا كلهم مسلحين. داك الوقت جوناطان حل عينيه وقال لي كون غير خليتيني نموت صاحبي. قلت له انا لما تخليني يا صاحبي، انا اصلا رجعت على قبلك
وغادي نكملوا بجوج. داك الوقت جوناطان دور وجوشة في خونا في الله ميت، قال لي غادي يقتلوك. قلت لي لا ما يمكنش يديروها، هما اصلا باغين السفاح. وانا درت داكشي اللي كيديروا السفاح، لاش غادي يقتلوني؟ قبل ما نزيد كلمه اخرى خطفوني خوتنا في الله من الارض وتبتوني. من بعد داوني انا وجوناطان لواحد الحفره، نفس الحفره اللي كانوا ضربوني فيها بالمشويطه، حيدوا لي حوايجي ديك لاضو وتبتوني في واحد العمود. ما كاملاش دقيقه اخرى تموا جايبين جوناطان، غير قربوا من حدايا بداو كيحيدوا لي في حوايجو، هو يبدا يغوت به السيريا. قلت لي جوناطان ما تخافش، قال لي ما يمكنش ما يمكنش. ديك اللحظه حيدوا لي حوايجو كاملين وتصدمت بلي هو بنت، تبتوها في العمود وبقات حاده راسها وحشمانه وكتبكي. بصراحه تصدمت انايا، قلت لها علاش درتي بحال هكا؟ علاش؟ قالت لي كذبت عليك في الاستوار ديال ماما وبابا، المشكل الرئيسي اللي بداو بين المشاكل ديال العلاقه ديالهم جوج هو انا. بابا كان باغي ولد، ومن نهار زادت انايا ما تقبلنيش، كان كيعاملني بحال الولد، وكان ديما كيقول لي جوناطان، الاسم اللي كان ناوي يسميه بولدو اللي غادي يجي. حتى من شعري كنت كنحسنو بحال الولد، والتصرفات ديالي كانوا بحال الولاد، كنهز السلاح وكنبان كيف ما كيدير هو، غير باش يشوف فيا نظرة ديال الفخر. ملي كيكون بابا في الدار كنكون جوناطان، ومع ماما كنكون كلارا، لدرجة وليت عايشة انفصام في الشخصية. المسؤولين نهار شدوني أول مرة عرفوني بنت، وبرغم ذلك خلاوني حيت التصرفات ديالي بحال الدراري. كنت باغي نقول لك الحقيقة من الأول، ولكن خفت نخسرك، خصوصا انت ارتحيتي لجوناطان. قلت له خلينا نلعبو واحد اللعبة زوينة، خليك ديما كلارا في الحياة العادية ديالك، وفي المواقف الصعيبة كوني جوناطان، وانا ارتحيت لك الروح ديالك كيف ما كنتي جوناطان ولا كلارا. داك الوقت جاو خوتنا في الله وكانوا هازين المشويطه، انا فايت ضايق منها ضربه واحده من ديك المشويطه، كتحس بلي الروح ديالك خرجات وعاود ترجعات. كنت هاز الهم غير كلارا مسكينه، واش غادي تقدر تستحمل ولا لا. قربوا من حدانا خوتنا في الله وضربونا الضربه الاولى، كلارا غوتات مسكينه هو، وكان واضح بلي ما غاديش تقدر تستحمل ضربه اخرى. داك الوقت بغيت نستغل داك الكره ديال المسؤولين لي انا، بديت كنستفزهم وكنعايرهم وكنسبهم وكنطيح منهم وكنقول لهم ما كنحس بوالو، نتوما دايرين بحال الدريات والضربات ديالكم خفاف، والو ما كنحس بوالو. بقى كيشوف واحد المسؤول وقال لي الا بغيتي تهز الضربات في بلاصه مرحبا. كتب راسي واخا، واخا ما كانش فيه الهزم بصراحة، بقيت كناكل في العصا. الضربة التامنة في قتل الوالد ديالي، من بعد حليت عيني في ديك الغرفة النيت اللي فيها كروة حمراء، لقيت عاود تاني ديك الطبيبة كتعالج فيها، قالت لي الجسد ديالك ما بقاش قادر على كتر بعد من المشاكل، خلي بعدا غير يطيبوا الجراح القدام، راه ما بقى عندك فين تزيد. قلت لها ماشي مشكل، غير خليهم هما كما فراسهم كاع بلي كيصنعوا الموت ديالهم بيديهم وكينحتوه بالطريقه ديالهم. شتي انا دكتوره، غادي نكون هو الكابوس ديالهم كاملين. بقات كتشوف فيا ديك لاضا بالاستغراب، قلت لها شتي ظريفه دكتوره، بحال شي نعجه وسط الدياب، بلاصتك ماشي هنايا. بقات كتشوف فيا وكتبتسم، وهادشي اللي بغيت، بغيت نخلق معرفة وسط المنظمة. بقيت تما شي ربع ساعة
من بعد رجعوني الزنزانة ديالي. كانت كلارا كتستنى فيا، راه شافتني قلت ليها شنو دابا، واش انتي كلارا ولا جوناطان؟ بقات كضحك، جات عنقاتني وقالت لي شكرا بزاف، الا كنت انا باقا حيه فرغ بسببك. قلت لها هادشي اللي وقع اليوم، خوتنا في الله ما غاديش يدوزو، مستحيل يدوزو هكاك. قالت لي كيفاش؟ قلت لها غدا، غدا غادي نعرفو شنو غادي يوقع. داكشي اللي وقع في الصباح، جاو خرجوني من تماك من ديك الزنزانه وداوني نيشان لواحد الغرفه، وبداو كيدو معايا بواحد الطريقه خايبه بزاف. كتاكد انا والمسؤولين كاملين ما كرهوش يقتلوني، ولكن شي واحد كان مورك، كان مورك عليهم من الفوق. بداو ديك العضه كيهدو فيا وكي كيقول لي الا مشيتي تا درتي شي حاجه مشي هذيك غادي نقتلوك، وتا واحد ما غادي يعرف، خلينا ترونكيل. من بعد رجعوني لديك الزنزانه. داك الوقت هو يسمع الصوانيت المعلومه اللي كنسمعو كل صباح. خرجنا من الزنزانات ديالنا وداونا لواحد القاعه كبيره، انا جالس فيها تقريبا شي ساعه. من بعد جا واحد الراجل كبير في لاجا، كنت ديجا شفته من قبل، هو نيت رئيس المنظمه. قال لينا المشروع ديالنا واضح، هو نعطيوكم فرصه تعيشوا حياه مختلفه على باقي البشر، وتكون عندكم بوفوار، تكون عندكم واحد القوة خارقة تنفذوا أي حاجة مطلوبة منكم. يقدروا يجيوكم دروس فيهم شوية القسوة، ولكن هادشي راه كامل في الصالح ديالكم باش تكونوا واجدين مستقبلا. ملي غادي تكبروا في اللاجة 25 عام غادي تخرجوا من هنايا، وديك الساعة غادي نوفروا لكم حياة اللي كيتمناها أي واحد. لكم دابا نتوما هما تسمعوا التعليمات ديال المسؤولين ديالكم، الصفحة رقم 50. بقيت كنشوف فيه وما فاهم والو. قال لي خالفتي القوانين شحال من مرة، وبرغم ذلك كندوزوها لك بحكم انا وانت باقي صغير وعندك شخصية قوية، وحيت الشخصية ديالك تماما هي اللي بغينا في هذا المشروع. المشروع ديالنا هو نبنيو صفاحة بشريين ما كيحنوا في حتى واحد، ومشي الغرض ديالنا هو نكونوا عصابات. لا، لاحظنا مؤخرا انكم بديتوا كتكونوا صداقات ما بيناتكم، وكان منكم اللي بدا كيضحي بنفسه على قبل شخص اخر، وهذا غرض كبير. بغيت نوصل لكم بلي مستقبلا نتوما بنفسكم غادي تكونوا اعداء ديال نفسكم. صاحبك هو راسك، هذا هو القانون هنايا. داكشي علاش قررنا ندخلوا معاكم نيشان في المرحله الثالثه ديال التدريب، واللي غادي تغيروا فيها بزاف ديال الحوايج. اولها ما غاديش تبقاو تلاقاو مع بعضياتكم، وكل واحد غادي يكون في زنزانه ديالو بوحدو. داك الوقت بقات كتشوف فيا كلارا وعينها حمرين. كمل الاجتماع ديك الهضره وقسمونا على جوج ديال الافواج. الفوج الاول غادي يدوا للزنزانات اللي كنا فيهم ديجا، والفوج الثاني اللي كنت فيه انايا داوني نيشان واحد البلاصه قدام واحد البوابه في لاكاف. حلوها ديك اللحظة وهبطونا لتحت. كان حبس سري لداخل، كل واحد في الزنزانة ديالو. سدو علينا تماكو، من داك الوقت بدات المعاناة، المعاناة ديال بصح. كانت هذيك آخر مرة غادي نتواجه فيها أنا وكلارا، ولا غادي ندوي أنا وياها، ولا غادي نتناقشو بشي موضوع. كل صباح كانوا كيفيقونا وكيفرقونا، وكل واحد كيكونوا مع جوج مسلحين. نار كله كندوزو في التدريبات حتى ما كيبقاش في نجات. الحياه ولات روتينيه ديال بصح، وفي كل مره كانوا كيزيدوا يصعبوها. ما كملاش عام اخر جابوا لينا واحد كاسك في سقف الراس، وكيخليك تشوف الحياه فيرتويال وكانك وسط لعبه. والدراري اللي معانا في المنظمه كانوا كيبانوا ليك بشكل اخر، لدرجة ما تقدرش تفرق بيناتهم. كان داز عام ما تلاقيش بكلارا ولا عرفت على شي اخبار. ملي قالوا لنا بلي غادي نتلاقاو، الفرحة اللي حسيت بها اول مرة غادي نحس بها من نهار حطيت رجليا تماك. ملي خرجنا من الحبس وتلاقينا كاملين، كنت عارف بلي كلارا كاينة مع الدراري كاملين هنايا،
ولكن كيفاش غادي نعرفها؟ وهي كتبان لي نسخه من الدراري كاملين في داك الكاسك. بقيت كندور على الدراري كاملين، كنحاول نميزها ولكن والو، كان كلشي بحال بحال. داك الوقت المسؤول قال لينا غادي تواجهوا بعضياتكم بالرصاص المطاطي، العشرة اللي غادي يبقاو في الاخير غادي تعشاو مجموعين وبلا كاسكات. سمعت هكا صار هو وتحمس ديال بصح، لا بقات معايا كلارا، غادي نقدر نشوف هذيك اللحظه ونقدر ندوي معها على بزاف ديال الحوايج. وتعاود لي باختصار كيفاش دوزات هاد العام كامل. عطاونا الاسلحه هذيك اللحظه وطلقونا في الغابه بحال لاعبين شي جيم. هكا كنا كنشوفوا الحياه من خلال داك الكاسك، كلشي كان كيقلب على ضحيه باش يتيري فيه، وانا كنت كنقلب على كلارا وخايف نتوشيها بالغلط ونضيع ليا هاد الفرصه هادي. كنت عارف بلي كلارا خطيره في التير، داكشي علاش ما غاديش يكون خصم سهل، داكشي علاش كنت كنختار اللي كيبانوا ليا مدعوقين ولا مرعودين. بقيت كنتكي واحد ورا واحد، وفي كل ضربه كنسمع صوت الغوات ديال بصح، حيت المطاطا خلق قرطاس العادي غير هو غير كيوعات. بداو كيتقصاو الدراري واحد ورا واحد حتى بقينا حنا بينا 13 واحد، وهادشي كان كيطلع ليا في البراسلي. داك الوقت الاغلبيه كانوا كيتخزنوا، كل واحد كان خايف على راسو، داكشي علاش المهمه كان صعيبه شويه. بقيت غادي ورا البال وكنت بربص، حتى بان لي واحد خونا غادي كيتسلت، والقدام بان لي واحد الدري من التحركات ديالو كان واضح بلي هو بنت. مادام عندنا بنت وحده دونك راه هي كلارا. قبل ما يتيري فيها خونا في الله مشيت كنجري وتيريت فيه. داك الوقت دارت كلارا وهزات عليا السلاح، تم جاي واحد اخر من وراها وتيريت فيه، وتم حسيت بها بحال توترات ديك اللحظه، كيفاش كما قتلني انا وقتل اللي ورايا. اذا هذا ما فيها شك دريس. اللحظه سمعت تخرشيش ورايا ما هدرت، مع كان واحد خونا اخر داك الوقت تيرات فيه كلارا. داك الوقت طلعت في براسلي باللي حنا عشرة اللي بقينا وشعر بالخضر. جات كتجري عندي كلارا وعنقاتني بالجهد، وفعلا داز داك النهار وفي الليل خرجونا من الزنزانات ديالنا بلا كاسك، ومن بين دوك العشرة كانت كلارا. مشيت ديك لحظة جلست حداها وكان واضح بلي هي متأثرة بزاف وبلي دوزات هاد العام صعوبة. كنت باقي صغير باش نعطي وعد وما نوفيش به، ولكن قلت لها بلي غادي ندير كل ما في جهدي باش نخرجك من هنا، ودويت لها على الخطة اللي غادي نديرها واللي غادي نطبقها من بعد. دازت ليلة زوينة بزاف، وللأسف سالات ورجعنا لنفس الروتين أو التاني اللي كنا عليه من قبل، التدريب والعذاب النفسي باش تاكل طبق التعليمات. ديك الزنزانه اللي كنت فيها انا كانت فيها واحد الخاميه كتستعمل ملي كتبغي يقضي حاجك، حيدتها ولصقتها في الحيط باش نكاشي بها المخطط ديالي. والفكره كانت في البدايه رسم شيمه لهذا الكون كامل اللي حنا فيه، سواء الحبس سواء ديك البنايه العاليه وسواء الجناب ديالها، باش نعرف راسي فين انا. داكشي علاش كنت كندير مجهود من بعد كامل باش نتوفق في كاع الدروس وناخذ عليهم نقاط، نقاط اللي غادي تحولوا دقائق، دقائق في الروبو ديالي. وديك الساعه ملي غادي نكون خارج لي برا غادي نسكاني الدنيا مزيان ونعرف المحيط ديال الكون اللي حنا فيه وسط الغابه. داكشي اللي كان كيوقع، كل مره كناخذوا فيها روبو كنبقى نحسب العدد ديال المسؤولين والناس اللي داخل والمحيط، وكنت كنعبر حتى المساحه ديال هاد المنطقه هادي برجليا، وداكشي كامل كنقيدو وكنرسمو في ديك الحيط. بقيت بحال هكا مده طويله. من بعد تقريبا 5 شهور بدات كتوضح الصوره مزيان. الحاجه اللي كنت مركز فيها انا في هادشي كامل وكنت عارف اللي غادي نلقى ثغره نقدر نستغلها ونخرج من هنايا،
كنت كندير كل ما بجهدي في تدريباته باش المسؤولين كما يشكو فيا كاع. خوتنا في الله كان كيصاوبوا بلي انا فرحان وبلي صافي تجاوزت داك الخوف وداك الرعب وداك التدمر وبلي باغي نكمل معهم هذا المشروع. ولكن صار هالعكس اللي كان واقع. الحاجه اللي كانت مخلياني نكمل هي الرغبه في الهروب. الحياه في المنظمه كانت ممله بزاف والوقت فيها كيطير. من بعد عام اخر داز وكان هو العام الثالث. العام الثالث لي هنايا دخلت في عمري 8 سنين ودابا 11 عام. كلارا ما كنتش كنشوفها نهائيا وبقاو خوتنا في الله محافظين على نفس الريتم اللي بداو به من البدايه. كيدربوا كل واحد بوحدو. كان كل شيء نورمال وانا مازال في كل مره كنحاول نلقى فرصه اللي غادي نهرب بها من هنايا ولكن والو. خوتنا في الله كانوا دارسين مزيان الموقع ديال المنظمه وكانوا حافظين صواريهم مزيان. في كل مره كانوا كيجوني افكار اللي هما في شكال ضربهم زعما بسلاحهم بالعنف ديالهم. والفكره اللي كانت كتجيني منطقيه بزاف هي نشد رئيس المنظمه ونحط عليه سلاح في راسه ونستخدمه كرهينه. ديك الساعه غادي يحيدونا البراسلي من يديات ديالنا وغادي يخليونا نخرجوا في حالاتنا. ولكن هذه كانت صعيبه بزاف. رئيس المنظمه ما كانش كيجي بزاف ديال المرات وحتى الى جا كيقول غير الكلمه ديالو في القاعه وكيمشي في حالاته. كنت كنفكر ندير بزاف ديال الحوايج خايبين ولكن الحاجه اللي كانت مكتفه ليا يديا هي كلارا. كنت موعده باش نخرجها من هنايا وكل ما الدروس كيصعابوا كل ما كنفكر لها هي كثار. حيت كيف ما كان الحال هي بنت والاحساس ديالها مختلف علينا حنا الرجال. وغير التصرف ديالها مع العتروس غادي يوضح كل شيء. بصراحه ما غاديش نستحمل توقع لها شي حاجه بحكم انه كل واحد كان كيخرج بوحدو كيدوز التدريبات ديالو. واحد العشيه اكتشفت واحد الكتابه كانت مكتوبه في الارض دراغون الاخضر واش باقي مقاوم. بقيت كنشوف ديك الكتابه وابتسمت حيت عرفتها كلارا اللي كتبهاتها وعرفت ديك اللحظه باللي كلارا مازال كتفكر فيها وباللي ما نساتنيش. واهم حاجه فرحت حيت هي مزيانه. تحنيت ديك اللحظه ومسحت ديك الكتابه وكتبت في بلاصه غادي نخرجوا بجوج طوال الزمان والقصار كوني قويه. هاد الكوان اللي كان في الارض ولا هو نقطه التواصل اللي كانت تواصلوا بها بجوج. بقينا بحال هكا كل مره كنلقاو الفرصه كنخليو لبعضياتنا رساله. وبالضبط في اللاج ديال 15 عام وليت واحد اخر. يمكن كنت انا احسن واحد كيسلح وكيضرب بعنف وحتى البنيه الجسمانيه ديالي كانت كبيره مقارنه مع اللاج ديالي. طوال السنوات اللي دازو جامي تلاقيت بكلارا وبقات وسيله واحده اللي كانت واصلوا بها هي ديك الارض اللي في الغابه من اصل 50 واحد بقينا حنا 37. ما تبقى كلهم ماتوا ولا يمكن تقتلوا حيت المسؤولين في المنظمه كانوا عندهم اوامر باش يقتلوا اي واحد غير قابل للتطور. اي واحد كرفض انا ويدير التدريبات بسبع سنين وحنا في هذا الحبس. هذا الفرق بين الماضي والحاضر هو ما بقاش كيقرعوا لنا شعرنا وكل واحد كان حر يدير اي حاجه اي حسانه بغى يديرها اي حسانه كتعجبو غير هو كيف ما جعل لسان رئيس المنظمه ما غادي نخرجوا من هنايا حتى نوصلوا ل 25 عام. بزاف ديال الدراري كانوا راضيين وصافي بحال استسلموا ولاو كيستناو غير هاد المده هادي امتى تدوز باش يعيشوا حياه الرفاهيه اللي كانوا واعدهم بها رئيس المنظمه. اما انا عمرني تقت بكلامه وكنت عارف بلي هاد المشروع هذا مازال ناقصه شي حاجه. 10 سنين اللي باقا مازال 10 سنين اخرى غندوزو هنايا. بقات غادا الحياه بحال هكا. بعض المرات كنقول شنو فيها لبقينا هنايا ودوزنا هاد المده هادي ونخرجوا في الاخير وحنا كبار فلاج والظروف المعيشيه ديالنا غتكون مزيانه كيف ما قال رئيس المنظمه وبلي غادي يوفروا لنا كل شيء
ولكن مرة كتجيني ديك الحالة بغي نهرب من هنايا. والصراحة اللي خلاني نعيش الاختلاف في الرغبة هو الوقت. الوقت اللي دوزناه هنايا خلانا نولفوا صحة السيستم ديالهم. بحال الكلاب، دير هاد الحاجة تاخد ريكومبونس. حاجة وحدة اللي كانت كتعطيني الأمل هي كلارا، وكانت كتحسسني أنني باقي بنادم، باقي كنفكر في أحاسيس زوينة وكنفكر في ذكريات. وحاليا دازت أكثر من 5 أيام ما بقيت قد تشي جواب ديالها في ديك الأرض. في كل مرة كنمشي ما كنلقى والو، وكنرجع كل حزن والو. حتى واحد الليلة كان عندي درس صعيب بزاف، نواجه به خنزير في الغيسة، وكيخصني نتبتو في الأرض بقنبة، وملي غادي نربح غادي يعطوني 30 دقيقة. اللي كنقولو خنزير في الغيسة، هادشي كيعني أنني لاعب معاه في التيران ديالو. من غير أنه الغيس كيكليسي في المحطيتي يديا كتزلق العذاب ديال بصح. داك الخنزير بعدني ديال بصح، تخلاني كل دمايات، سيرتو ملي كيقاسني بالنياب ديالو. فلاج ديال 15 عام شخصيتي كانت قوية بزاف، ويمكن حتى المراهقة كانت لعبة لعبة. داك الوقت كانت شخصيتي قوية وما كنرضاش، ما كنبغيش نتفافل شي واحد وراسي قاصح، وما كنزاقلش من غير أنا والألم ما بقاش عندي في القاموس. بقيت معافر مع داك الخنزير، ما كيعياش ولد الحرام. في الأخير قدرت نتبتو وربحت 30 دقيقة، وكانت هادي هي المضمون. نمشي نقلب واش خلات ليها كلارا شي رسالة. غير هو ملي تبت داك الخنزير كنت مهلوك ديال بصح. والصفاح رقم 50 كلشي ولا كيضرب لي حساب هنايا. ديريك داوني ديك الغرفة اللي فيها كراوة حمراء باش تشوفني الطبيبة. كانت مدة طويلة ما بقيتش كنمشي عند ديك الطبيبة، حيت ردات الفعل ديالي ولات مزيانة، وما بقيتش كنتعرض للجراح بسبب المواجهات. دخلت عندها وغير شافتني مسكينة ابتسمات ليا. ديك الطبيبة كانت ظريفة بزاف وديما كتعامل معايا مزيان. قالت لي الصراحة توحشك بزاف. غير واخا كانت توحشك كاع ما كنتمنى قاعد تجي عندي لهاد البلاصة هادي. بقيت متكي وكنبتسم. داك الوقت حسيت بشي حاجة كتهرني في حنكي، وفي كل مرة كنزيد ديلا تكون شي دبانة ما كنلقى والو. في الاخر كنتفاجأ بزغبة، زغبة شهبة هزيتها وبقيت كنطول فيها بيدي بجوج، وكنشوف الشعر ديال الطبيبة اللي كان اللون ديالو كحل. قلت لها زغبة وطويلة دي من هادي؟ قالت لي هاديك ديال كلارا، مؤخرا مسكينة كتجي عندي بزاف ديال المرات. سمعت كلارا وتهزيت من الداخل. قلت لها علاش؟ مالها ياك لاباس؟ قالت لي ما كاين باس، غير هي تواجهت مع الدياب وجرحوها بزاف في رجليها. كل نهار مسكينة كتجي عندي باش نداويها. بيني وبينك بالهاني قلت للمسؤولين باللي هي محتاجة للعلاج باش خليوها ترتاح. هادي 5 أيام ما كتعطيوهاش التدريب عندك تقول لشي واحد. خرجت من تما ورجعت للزنزانة ديالي، وبقيت شاد في يدي ديك الزغبة وكنشوف فيها. في الأخير درتها تحت المخدة ونعاست. الغد كان عندي روبو. الروبو مبقاش كيف من الأول، ما بقاوش كيعطيو لأي واحد تتكمل 100 دقيقة، يعني 1:40 باش يتفادوا اللقاء بيناتنا حنا كاملين. وبينو بينكم ما كان جماعة حتى كنخلي إيترو ديال الدم ورايا. خرجت داك الصباح وانا في بالي حاجة وحدة، نشوف كلارا. وخي وقع اللي وقع، بحكم انا وهاد السنوات كلها وانا كنجمع معلومات على هاد المنظمة هادي، وحتى المنطقة اللي فيها، وحتى على المسؤولين اللي خدامين فيها، وحتى على المسؤولين ديالها. كل واحد كنت حافظو بسميتو، فين كيمشي، منين كيجي، والوقت اللي كيتبادلو فيه العسة، وحتى الوقت اللي كيتغداو فيه. مشيت ديك العرض تضمقت حدا واحد الباب اللي كانت كديني شل الحبس. داك الوقت دخل واحد المسؤول باش يدير دورة ديالو كيف العادة كونترول. لحظة اللي خرج ما بغي يسد الباب كنت انا ديجا درت واحد الحجرة صغيرة باش نحبس الباب ما يتسدش. خونا في الله اللقطة كيعاودها كل نهار في حياته، دونك ما شك لحظة وحدة انه راه
الباب باقي قام يتسد مزيان، مش كمل طريقه. ذاك الوقت دخلت هنايا وغير دفعت الباب شويه وهو يتحل. مشيت ديك لادانيشا الزنزانه اللي كنت فيها انا و كلارا نهار الاول، بقيت كنغوت بشويه حيت كانت ناسه. كلارا لحظه اللي دورت وجهها وشافتني صدمات. سنوات متلاقينا، سنوات ما شفنا بعضياتنا، هبطات ديك لحظه وهي مصدومه. بقيت كنشوف فيها وحال فمي فيها، تبدلات بزاف ولات كتبان بنت زوينه. قربت من حدايا وهي كتعرج، لحظه اللي بقات بينو بينا مسافه قصيره. عنقتها بالجاد وخا القضبان كانوا حابسيننا. قالت لي شنو درتي؟ واش حماقيتي ولا مالك؟ قلت لها ما كامش، واخا يديروا فيا اللي بغاو. الطبيبه قالت لي بلي انت عيانه. قالت لي درت مجهود باش نجمع النقاط ولكن كنت غادي نموت، ماشي مشكل. قلت لها كلارا غير صبري، مازال غادي نخرجك من هنايا. قالت لي ادريس مازال ما عيشيش، مازال ما بغيتيش تعرف باللي هذا هو القدر ديالنا وبلي كتب علينا نعيشو بحال هكا، والقدر ملي كيقول كلمتو ما كلاش تبقى تجادل فيه. قلت لها انا قادر نصنع القدر ديالي بيدي. قالت لي مستحيل، مع هاد البراسلي اللي في يدينا مستحيل. اللحظة كنت كندوي فيها أنا وكلارا، البراسلي ديالي بدا كيكلينيوطي بالحمرة، وعرفتهم ديك اللحظة بلي عرفوني. تجاوزت لازون، قالت لي كلارا سير سير حيد من هنا. نورمال الخوف ديال كلارا حيت البراسلي اون فوا كيبقى يكلينيوطي بحال هكا كينفجر من بعد. برغم ذلك بقيت واقف كنشوف فيها. الوقت اللي بدا كيسيني بالجهد مشيت كنجري حيت الحجره من حدا الباب وسديتو. وداك الوقت بدا البراسلي كيصوني بشويه، تم وقفوا عليا المسؤولين. السفاح رقم 50 فين كنتي؟ قلت لهم والو، ما كاين والو. بقاو كيشوفوا فيا وتميت غادي خليتهم واقفين بوحدهم. بقيت غادي كنتمشى. داز داك النهار وفي الليل بقيت كنشوف الرسمه اللي رسمتها في الحيطه على المنظمه، وكنفكر في كلارا مسكينه، وكنحس بالحسره حتى طوال السنوات اللي دازوا وانا كنقلب على فكره الهروب من هنايا. وكنحاول نبزز على راسي باللي هادشي اللي كنفكر فيه راه ماشي مستحيل. داز ديك الليله وغير بداو كيرجعوا رسائل من جديد ديال كلارا وهي تحلى الحياه عاوتاني. كنت كنحاول نبين باللي انا باقي هو ادريس، داك الدري الصغير وبنفس المبادئ ديالو، ولكن الحقيقه هي خوتنا في الله غيروا فينا بزاف ديال الحوايج، ولا ساهل عليا نقشل، مابقيتش كنحن في البشر ولا في الحيوانات. وبحالا تأدابطيت باللي خاصني ندير حاجه خايبه باش ناكل، واخا تكون مهمه كيف ما كانت. بقات غادا الحياه نورمال. من بعد 5 سنين اخرى بقينا احنا بينا شي 15 واحد في المجموع، ولكم ان تتخيلوا من اصل 50 واحد بقينا احنا 15. 20 عام كنت قد الوحش، الماكلة والناس والتداريب. المسؤولين ما بقاوش كيقدروا يضحكوا معانا ولا يستفزوا شي واحد، كنا قباح بزاف وما كنحنوش. كلارا كل عام كان كيدوز كانت كتزيد زيان، وحتى واحد من المسؤولين ولا من الدراري ما كان كيقدر يتجرأ يقرب منها ولا يقيسها، حيت كانت كتبان جوناطان شخصيه قويه بزاف وما كتحنش. وانا برغم الكاركتير ديالي وبرغم القوه ديالي كان صعب حتى كنعيو في الاخير، كان ضعاف قدامها. الحب اللي تولد بيناتنا في الصغر كبر معانا وسط هالظروف، والحاجه اللي خلاتني نساد معاناه كامله اللي داست هي رئيس منظمة قرر باش نبداو نتلاقاو بيناتنا حنا ال15 اللي بقينا نتناقشوا وندويو بزاف ديال المواضيع. والصراحه نعرف شفت الدراري مباشره تصدمت ولا قد الحلالف. كلارا ملي كنكونوا مجموعين كتكون جوناطان، وحتى كنكون انا وياه في الراس عاده
كتكون كلارا. كنا بينا كاملين كنطيرو في السلاح، قباح بزاف وشخصية ديالنا قوية، ودرجة العنف كانت عندنا في الطوب ديالها. كلارا ملي كنشوفها مواجهة مع شي وحش في الغابة كيف ما كان، ديب ولا خنزير، كانت صدم. وفي نفس الوقت كيبقى فيه الحال كلارا اللي كانت كتحنف في عتروس صغير، ما كتبغيش ادي حتى شي حيوان. كيفاش ولات بحال هكا؟ خوتنا في الله بحال جردونا من الانسانيه اللي فينا، ونقطه الامل الوحيده اللي كانت عندنا انا وكلارا هي ذاك الحب اللي كان بارفوا كيذكرنا بالطفوله ديالنا، وبلي واخا يوقع اللي وقع غادي نبقاو بنادم. انا وكلارا كنا كنحلموا بزاف ديال الحوايج نديرهم اللي غادي نخرجوا من هنايا، نزوجوا ونديروا عائله ونعيشوا الحياه اللي تحرمنا منها طوال السنوات. ولكن اللي ما كناش عارفينه هو المشروع ديال المنظمه مازال ما بداش، وبلي طوال السنوات هذه كانت مجرد تهيئ لما هو اخطر قادم واصعب. داكشي اللي غادي نعرفه من بعد غادي يرول لي حياتي كامله، وغادي نتاكد باللي هاد السنوات كلها اللي دازت كنا فيها بحال كراكيز. ديك الطبيبه اليسا اللي كانت في ديك الغرفه اللي فيها العلامه حمراء كانت بتابه الام ديالنا، كتعامل معنا كاني مزيان، خصوصا انايا بحكم كنت كنمشي عندها بزاف ديال المرات. وحيت في كل مره كنت كنمشي عندها تماك كنت كنبقى ندوي معاها، هي كتعالجني وانا كنعاود ليها داكشي اللي دارني لداخل، لدرجة طلقات معايا في الهضرة وتهي كانت كدوي معايا بزاف ديال الحوايج، وكانت تايقة فيا، خصوصا نهار عاودت ليها ليستوار ديال الوالدة ديالي والظروف اللي دوزت انا وياها. واحد الليلة مشيت عندها عاود تاني مجروح حيت كيعجبني نغامر، وكأنني دائما كنبغي نجرب ألم آخر. وانا جالس تماك عطاها بالظهر حسيت بها ماشي هي هاديك، مولفة كتضحك معايا كتبقى تناقش معايا. ديك الليلة كانت في شكال، ملي سولت مارك بقات ساكتة. في الاخر فاجأتني باللي قريب غادي تمشي، وبلي غادي تجي طبيبة اخرى. الصراحة ما كنش كنظن بلي غادي نحس بالحزن بلي غادي نسمع اخبار بحال هكا، ولكن اليسيا كانت حنينة علينا بزاف، وكانت يمكن هي نقطة الحنان الوحيدة في هاد المنظمة كاملة. قبل ما نخرج من تماك قالت لي بلاتي ادريس، سدات الباب بقات كتشوف اليمين واليسار وقالت لي اسمع غادي نعطيك ورقة، وعدني انك تخدم عقلك مزيان وما تخدمش العواطف ديالك. قلت لها ما فهمت والو. قالت لي وعدني في الاول انك غير غادي تقرا هاد الورقة هادي غادي تشرقها من بعد. قلت لها ديالاش؟ قالت لي وعدني. بقيت كنشوف فيها ومخلوص صراحة. قلت لها ما تخافيش كنوعدك وانت عارفاني مزيان، غير هو الصراحة راك خلعتيني. عطاتني الورقة ديك الهضرة وعنقاتني بالشهد وبست ليها راسي. خرجت من تماك ورجعت للزنزانة ديالي غير تأكدت باللي المسؤولين ما بقاوش هدايا. تكيت في بلاصتي ديك اللحظة وجبت ديك الورقة، حليتها وبقيت كنقرا وانا نوض من بلاصتي بالخلعة. قفزت ديك اللحظة وبقيت كنقرا وقلبي كضرب بالشهد. الورقة كان فيها التفسير ديال المشروع اللي خدامين عليه هنايا، اللي خدام عليه ديك المنظمة. بقيت كنقرا وتصدمت صراحة باللي المنظمة الفكرة ديالها كانت هي يكونوا دراري صغار ويكبروا مع العنف والقتل، ويحيدوا المحنة من قلوبهم، ويذوقوهم العذاب حتى يوليو يحسوا عادي، في الاخير يخليوهم محترفين في حمل السلاح. وملي غادي يكبروا ويوصلوا 25 عام غادي يطبقوا فيهم المشروع واللي هو عبارة عن آلة لغسيل الدماغ. غادي يغسلوا لنا الدماغ ديالنا حتى نوليو صفحة بيضة، من بعد غادي يتحكموا فينا كيف ما بغاو. بقيت كنقراو مصدوم صراحة. في الاخير كاتبين انا والسفاحة غادي يطبقوا المعلومات وخا يطلبوا منهم يأذوا فيها نفسهم، وبلي السفاحة ما غاديش يبقاو يعيشوا حياتهم كناس العاديين،
غيوليو بحال الروبوتات، كيفيقو كياكلو كينعسو وكينفذو غير الاوامر، وبلي غادي يتوزعو في العالم كامل في كاع المناطق اللي كيتواجدو فيهم المقرات ديال المنظمه، وداك الوقت غادي يبداو يصفيو بهم الحسابات ديالهم، وحتى الى تشد شي واحد فيهم ما غادي يقدر يقول والو. وهادشي كامل باش يستغناو على الرجال والشوها اللي كتجيهم من كل عمليه كينفذوها. سمعت هكا وقلبي بدا كيضرب بالشهد لدرجة ديك الليلة ما قدرت نعس، بحال شي واحد شاف المصير ديالو قدام عينيه وما قادر يدير والو. شنو غادي ندير؟ وشنو بيدي ندير؟ نهز السلاح قشرهم، شحال قدي كاع؟ كيفاش غادي نهرب وانا وكلارا؟ كيفاش غادي نهربو من هنايا؟ الا بقينا هنايا وصلوا لنا الدماغ ديالنا غتمحى شي حاجه سميتها دريسو وكلارا. بقيت متكي ديك الليله وكاع ما قدرت نعس كاع. في الصباح تم غادي نبي جوج من المسؤولين باش نبداو كيف العاده التدريبات، غادي ومكمش يديه. مره كندور كنشوف خوتنا في اللورايا مسلحين، كنقول مع راسي غادي ندور غادي نخلي ضربهم ناخذ لهم السلاح ونصفيها لهم، ولكن ماذا بعد؟ غادي يقتلوني وكأن شيئا لم يكن. دازوا الايام وانا مشي وادك دماغي واقف خدام كيفكر في حاجه وحده، شنو غادي ندير؟ في الاخير قررت بلي واحد فينا خاصو يضحي، خاصو يضحي بنفسه، ومادام الورقه جات عندي غادي خصني نضحي بنفسي. شنو غادي يوقع الا مشيت هربت والبراسلي في يدي؟ نموت. وباش عرفت بلي غادي نموت، يقدر يكتب لي الله عمر جديد، وديك الساعه غادي نكون انا هو الامل بالنسبه ليهم كاملين. ومادام الورقه جات عندي انايا غادي نضحي بنفسي على قبل الدراري كاملين، اولهم كلارا. غادي نكون انا هو نقطه الامل ديالهم كاملين، وانا متاكد هاد نقطه الامل مازال كاينه في قلب اي واحد من الدراري في هاد المنظمه. المنظمه عارفين بلي هادشي اللي دوزو علينا كما غادي تنسى كاع، وباللي غادي يبقى محفور في الدماغ، وباللي طوال الزمان ولا قصار غادي نتقلبوا عليهم شي نهار. نورمال حيت سرقوا لينا الطفوله ديالنا، ودابا كيفكروا يمحيوا اهم ذكريات في حياه اي انسان وهي الطفوله، البدايات كيف ما كانت خايبه ولا زوينه. المهم بعدا كتذكرك بشكون نتايا. بقيت كنفكر شنو غادي ندير، وقررت ديك لحظة نتخلص من جزء من الجسد ديالي، ومعاها غادي يمشي هاد البراسلي اللعين اللي خلانا نكونو بحال الكلاب هنايا، ما قادرش نفوتو هاد المنطقة. وقررت ديك لحظة نطبق الخطة ديال السفاح رقم 50 اللي كاع ما توفق مسكين ومات، على الأقل بعدا هو دار محاولة وخط طريقة باش مات كانت خايبة بزاف، ولكن ماذا لو نجح؟ كان غادي يعتقنا كاملين. دوزت تقريبا شهر وانا كنخلي رسائل لكلارا، كنعبر ليها فيها على المشاعر ديالي وبزاف ديال الحوايج. في الاخير حسات بيا مشي وهداك، سولتني مالك، وكأنك توجد راسك باش تقول كلمة وداع. بقيت كنحاول نسايس فيها وكنحاول نصبر فيها ونقول لها تفكرني وبلي كيفما كان الحال هذا واقع ديالنا، وبلي القدر ما منه هروب. ولكن في الاخير كتبت لها بلي انا القدر غادي نصنعو بيديه، كانت هذيك اخر كلمه كتبتها. من هاد 15 اللي بقاو كنت انا اصعب واحد واشرس واحد واقبح واحد، ولكن بسبب كلارا اكتشفت بلي انا باقي انسان. بسبب داك الحب بقيت انا انسان، حيت بارفوغان كنقارن راسي بهم، التصرفات ديالهم وكيفاش كيتصرفوا كنشوف الفرق. باقي 5 سنين وغادي يطبقوا المشروع ديالهم، كنظن باقي عندي الوقت، غادي خصني نخرج من هنايا ونرجع ديك الساعه نوقفهم عند حدهم ولو بيد وحده. وما غادي نقدر نعيش حياتي بشكل طبيعي حتى يموت اي واحد كانت عنده يد في الجريمه
اللي ارتكبوه في حق دراري صغار، ولو كيف ما قلت لكم بيد وحده. بقيت غادي الحياة نورمال، كندير مجهود ديالي كبير باش نجمع النقاط ديال الروبو، لدرجة المسؤولين ما فهموا والو. علاش؟ شنو كندير بهذا الروبو مثلا؟ وقت ما كملت 100 دقيقة كناخذ الروبو ديالي، الروبو اللي كندوزو غير كنقلب كيفاش غادي نطبق هذه الخطة هذه باش ما تأداش بزاف، حيت اي خطأ غادي نموت وديك الساعة التضحية دي غتكون مشاش هكاك. كيفاش غادي نخلي البراسلين فاجر وتأدى غير يدي بوحدة؟ وانا كندور في الغابة كنقلب وكنفكر شنو غادي ندير، لقيت واحد الطارو ديال الحديد، داك الطارو كيجي فيه العسل نيشا المنظمة، هو اللي كنكونسوميو في الفطور. كانوا بزاف ديال الطوارم مليوحين تماك، بقيت كنجمع فيهم وكنخشي واحد وسط واحد حتى ولا السمك ديالو غليظ بزاف. من بعد 5 شهور وانا كنقاد في داك الصندوق كنواجد، داك الوقت قررت نهرب من تماك. خليت رسالة لكلارا بلي كنبغيها بزاف وبلي غادي نتلاقاو مرة أخرى. النهار اللي قررت نهرب فيه دوس من قبل العذاب ديال بصح باش نكمل 100 دقيقة. مشيت نيشا الغابة خشيت يدي في داك الطارو حتى الكود ديالي، وبديت كنضرب بالحجرة باش نسد ديك الثقبة اللي خشيت فيها يدي في داك الطارو. بقيت كنضرب بالحجرة مزيان حتى تزيرات عليا ديال بصح. من بعد تميت غادي غادي وقلبي كيضرب بالجهد، وانا كنسمع البراسلي كتكلينيوطي. اللحظة اللي بدات كتسيني بالجهد غطيت راسي ديك الهضبة الربيع وبأي حاجة لقيتها في ديك الغابة، وتميت غادي كنسحف بشوية، غادي كنسحف باللور. ومن بعد يدي لقدامو واليد اليمنية كانت حازمة تحت مني، غادي كنسحف باللور ومغمد عينيا. داك الوقت هو يتسمع الانفجار، الانفجار كان كبير بزاف وجاب الله دوك طوارو نقصوا من القوة ديالو من الديقة ديالو. راح تلهزيت عيني بشوية غير مشات ديك الغبارية وانا نشوف يديا مكيناش. معرفش ديك اللحظة نبكي ولا نفرح، عمرني تخيلت نأدي نفسي بهاد الطريقة من كثرة العذاب اللي دوزو لنا هنايا. يا ما حسيت كاع بالألم، كنشوف الدم خارج لي من يديا. نض ديك الهضره جمعت الوقفة، حيت تريكو ولويتها وحزمت يديا مزيان، وبقيت غادي كنجري ومعنق يديا. غادي كنجري بلهفة كبيرة بزاف، مرة كنشوف ورايا وما عارفش بلي واش هذا هو الصواب اللي درت ولا لا، ولكن المهم قدرت نهرب من المنظمة. بقيت غادي كنجري بالجهد، ما كاملاش تقريبا ثلث ساعة، وصلت لواحد الشارع كبير بزاف كانوا دايزين منه الرموكات والطوموبيلات لوطوروت. نقصت ديك الهضره لداخل وبديت كنحاول نوقف اي واحد. في الاخر وقف لي واحد الرموك، وقف قدام ودار دوب السينيال. مشيت كنجري بصعوبة، طلعت ديك الهضره الفوق شاف الضربه في يدي والدم، قال لي مالك؟ قلت لي الدياب، الدياب في الغابه هجموا عليا. من حسن الحظ قدرت نهرب. قال لي شنو كنتي كدير انت تماك؟ هاد الغابه معروفه بالدياب. بقيت كنشوف فيه وقلت ليه ما كنتش عارف. قال لي فين غادي نديك؟ قلت لي فين المكان. ركبت ديك الهضره وسد الباب وبقى غادي بيا خونا في الله، وانا كنشوف الشجر ديال الغابه اللي الفوق. حسيت ديك الهضره باللي خليت حياتي تماك، حياتي اللي بدات بالوالده وكملات بكلارا. نقصتك